التخريب والتدمير والنهب والسرقة هي حقيقة تعميق للمشكلة وليس حلها. فبالتالي من واجبنا أن ما نسمح بالتخريب والشغب والتدمير، دي ممتلكات عامة أو ممتلكات مواطنين، لأن هي ما بتحل الأزمة بل بتعمقها وتزيدها. نحن بنقول أنه الأداء بتاع الشرطة هي حقيقة حفظ وأمن المواطن، ليس قتل المواطن، لكن مرات زي ما قلنا والرب سبحانه قال لكم ولكم في القصاص حياة. القصاص هو شنو؟ هو قتل مش كده؟ هو إعدام. طيب ربنا وصفه بحياة لأنه هي حقيقة ردع للآخرين عشان نحافظ على الأمن، والأمن غالي، سلعة غالية جدا. إحنا إن شاء الله ما حنفرط لا في أمن المواطن ولا في أمن الوطن ولا في أمن المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، لأنه ده واجب الدولة أنها تحافظ على الأمن، لكن دون تعسف بتطبيق كل مبادئ الأمن الداخلي في استخدام أقل قوة ممكنة. ليس الهدف هو قتل المواطنين، وإنما الهدف النهائي هو الحفاظ على أمن المواطنين واستقراره. نحن لن نسمح للبلاد أنها تنزلق كما زلقت دول أخرى، لأنه يا جماعة نحن أكرم من أن نكون لاجئين ونازحين.